أرحب بضيفنا في هذه التغطية من الجليل الأستاذ أليف صباغ، الباحث في الشأن الإسرائيلي. صباح الخير وأهلا بك معنا في هذه التغطية أستاذ أليف. بداية، كيف تنظر إلى هذه الحالة الاحتجاجية داخل عدد من الجامعات في الولايات المتحدة الأمريكية رفضا للحرب الإسرائيلية في غزة، ولماذا اتسعت رقعتها أو اتسع نطاقها الآن؟ يعني في حقيقة الأمر هذا يذكرنا، صحيح أنا ذاك كنت طفلا، ولكن يذكرنا بالمظاهرات التي قادها الطلاب في أمريكا ضد الحرب الأمريكية في فيتنام. الأمر الذي خلق جيلا من الشباب ومن ثم السياسيين الذين يعادون الحرب في فيتنام، وانتصروا في معركتهم هذه. الآن على ما يبدو أن هناك جيل جديد في الولايات المتحدة ضد الحرب في فلسطين، وفي نفس الوقت هو معادي للصهيونية، لأن الصهيونية تسيطر على الحياة العامة ليس فقط في الجامعات وإنما في كل مكان في الولايات المتحدة، في كل مجال الحياة العامة مرتبطة بتوجيهات وإرادة الحركة الصهيونية أو اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة. هذا طبعا مؤلم، ويأتي هذا الدعم لإسرائيل على حساب ميزانيات اجتماعية مثل الصحة والجامعات، وبشكل عام يعني على حساب الناس، لا أقول الفقراء بالذات ولكن على حساب الجميع، فقراء وغير فقراء. هذا بطبيعة الأمر يخلق كما قلت جيل جديد، وهذا الجيل الجديد لابد أن ينتصر في الولايات المتحدة على أي إدارة أمريكية تواصل سياسة تمويل الحرب على الفلسطينيين وتمويل العبادة الجماعية وتزويد إسرائيل بالذخائر والقنابل والطائرات وكل أدوات القتل. هذا الجيل لابد أن ينتصر. أستاذ أليف، ما هي الرسالة التي أراد هؤلاء إيصالها إلى الإدارة الأمريكية في الوقت الذي تقدم إدارة الرئيس بايدن مساعدات ب$26 مليار لإسرائيل مع استمرار هذه الحرب على غزة؟ وبرأيك إلى أي مدى يمكن أن تكون هذه الرسالة مؤثرة على الإدارة الأمريكية، ربما تدفعها إلى الإنصات إلى أصوات هؤلاء المحتجين، وربما تضغط باتجاه تخفيف المساعدات عن إسرائيل؟ واضح من الهتافات أنه هذه الرسالة فيها شيء، فيها مركب أخلاقي ونفس الوقت فيها مركب اقتصادي. هذه الميزانيات تأتي من جيوب دافع الضرائب الأمريكية وعلى حساب المحتاج للمساعدات، مساعدات الدولة والمساعدات الحكومية في أمريكا. إذن هاي الناحية الاقتصادية. الناحية أخرى، يعني المجتمع الأمريكي يتم تربيته على أنه يعني مجتمع منفتح وديمقراطي ويدافع عن حقوق الإنسان وإلى آخره، ولكن في المحصلة الإنسان يريد أن يرى العمل، ليس فقط التصريحات والتعليمات والتوجيهات. في الحياة العملية الإدارة الأمريكية لا تحترم حقوق الإنسان، لا تحترم الديمقراطية، لا تحترم حياة الإنسان بشكل عام، خاصة إذا كان حياة الإنسان خارج البلاد. وفوق كل هذا تفعل كل هذا باسم هؤلاء الناس، باسم هذا الجمهور، باسم هذا المواطن، باسم هذا الطالب الجامعي. لذلك يقولون لا نريد أن تفعلوا كل هذا باسمنا. لذلك حتى اليهود في 2011، جيل الشاب اليهودي الذي ابتعد كثيرا حتى عن الإدارة الأمريكية، مع أنه كان أقرب إلى الإدارة الأمريكية وما يزال أقرب إلى الإدارة الأمريكية الديمقراطية من الجمهورية، يقول لا تفعلوا ذلك باسمنا. هذا أمر يعني طبيعي أن يخرج هذا الجيل الشاب، جيل طلاب الجامعات. وإذا ما اتسعت هذه لعدد أكبر من الجامعات سيكون تأثير أكبر بكثير على الإدارة الأمريكية. جيل طلاب، الجيل الشباب وطلاب الجامعات بالذات له الأثر الكبير على الحياة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية، ولابد أن يكون له الأثر أيضا على متخذي القرار. هل هناك مؤشرات أستاذ أليف على أن هذه الحالة الاحتجاجية يمكن أن تتوسع أكثر وتنتقل إلى جامعات أخرى داخل الولايات المتحدة الأمريكية وحتى خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحمل نفس المطالب؟
أم برأيك هي حالة مؤقتة يمكن أن تنجح السلطات الأمريكية على ربما يعني إجبار هؤلاء المحتجين على إنهاء كل هذه التحركات؟ وكنا قد شهدنا منذ قليل هذه المشاهد لاعتقال عدد من الطلاب من قبل الشرطة الأمريكية بالرغم من أنهم يحتجون بطريقة سلمية داخل الجامعات. أنا باعتقادي إذا لاحظنا كل هذه مسيرة احتجاج طلاب الجامعات منذ أشهر لغاية الآن، الأمور في اتساع، وتنتقل من جامعة إلى أخرى، من ولاية إلى أخرى، ونحن لم نشهد القمة لغاية الآن. الأمور آخذة بالاتساع وربما تنتقل ليس فقط في الولايات المتحدة إلى أوروبا، وأوروبا مهيئة لمثل هذه المظاهرات أكثر من أمريكا. إذا ما انتقلت من أمريكا إلى أوروبا واتسعت في الجامعات الأوروبية، هذا يعني أن الرأي العام الشبابي الأكاديمي سيكون له الأثر في لدى متخذي القرار في أوروبا وفي أمريكا، ولكن ليس فقط في أوروبا وأمريكا، لابد أن تنتقل إلى أمريكا اللاتينية، لابد أن تنتقل إلى الشرق الأوسط. عندما تنتقل إلى الشرق الأوسط أعتقد هناك يعني ستكون الأمور في قمة الخطورة في النسبة للولايات المتحدة، لأن الولايات المتحدة إذا ما شاهدت، إذا ما انتبهت أو شعرت بأنه الطالب الجامعة العربي، طالب جامعة في الشرق الأوسط لم يعد يطيق سياسة الولايات المتحدة ولم يعد تابعاً أو قابلاً بالتبعية للولايات المتحدة، هذا سيكون أمر خطير جداً. المثقف العربي، الطالب العربي، الشرق الأوسط بشكل عام لغاية الآن لم يتحرك بقدر ما يستطيع أن يتحرك، ولم يؤثر بقدر ما يستطيع أن يؤثر، هو جزء من هذا العجز العربي. إذا ما تحرك هذا الأمر وتغير العجز إلى فعل، أمريكا ستنتبه لذلك جيدا وأوروبا ستنتبه لذلك جيدا، وأعتقد أنه إذا لم تتوقف الحرب هذا الانتقال من أمريكا إلى أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط لابد أن يحصل. أستاذ أليف، برأيك إسرائيل هل تكترث لكل هذه الاحتجاجات وهذا الشكل الجديد داخل الجامعات الأمريكية رفضا لهذه الحرب الإسرائيلية على غزة وربما تقلقها في مكان ما؟ يعني إسرائيل ليست واحدة، إسرائيل هناك عدة اتجاهات، عدة تيارات، وهناك تيارات فعلا تتأثر بما يحصل في الجامعات وتخشى أن ينتقل هذا من الولايات المتحدة إلى أوروبا وأماكن أخرى، وتخشى حتى اتساعه في الولايات المتحدة، يكفي أن يتسع في الولايات المتحدة، لأن تقول إذا اتسعت هذه الاحتجاجات في الولايات المتحدة، اليهودي الصهيوني في الولايات المتحدة ليس وأصبح في خطر، ولكن ليس فقط في خطر وإنما في عزلة، والعزلة يعني التقليل من التأثير، يعني التراجع في التأثير. تصور أنه أصبح للمجتمع الأكاديمي في الولايات المتحدة واضحا أن الصهيونية هي التي تسيطر على الحياة العامة، على الحياة الأكاديمية، وأصبح هذا مرفوضا، وليس فقط واضحا لأنه لغاية الآن هو واضح، ولكن أصبح مرفوضا. في مثل هذه الحالة نعم هناك جهات إسرائيلية تخشى كثيرا من ذلك، وبالذات الصهيونية الليبرالية التي هي بالأساس يعني القوى المعارضة في إسرائيل، بينما الصهيونية الدينية وسموتريتش وبن غفير لن يعنيهم هذا الأمر، الحرديم لن يعنيهم هذا الأمر، نتنياهو يحاول أن يكون بين هذا وذاك، يريد أن ينفذ استراتيجيته من ناحية ويريد أن يحافظ على العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية من ناحية أخرى. هو الذي يمسك العصا في الوقت الحاضر من الوسط بين الصهيونية الليبرالية والصهيونية الدينية، ولكن لديه أيضا أجندات خاصة الكل يعرفها ولا حاجة للعودة للحديث عنها. هذه الأجندات الخاصة تقود وفق إسرائيليين، وفق كبار الاستراتيجيين الإسرائيليين، تقود إسرائيل إلى الجحيم. يعني كان
آخر مقال، أو ليس آخر مقال، قبل أيام كان هناك مقال لصحفي كبير، معلق عسكري كبير، رون بن يشاي، الذي قال إنه نحن نعيش في تناقضات كثيرة، وذكر العلاقة مع الولايات المتحدة والاجتياح رفح والأفق المسدود، وقال ولكن في كل هذه علينا أن نحافظ على العلاقة مع الولايات المتحدة، علينا أن نطبع مع السعودية، الأمور يعني مفتوحة لهذا الأمر، لا نستطيع القضاء على حماس بالكامل ولا بديل عن حكم حماس، ولكن بنيامين نتنياهو مصر أن يأخذنا إلى نفق المسدود، إلى استراتيجية النفق المسدود. هذا بالضبط التوصيف الأكثر دقة في نقاشات أو في المداولات التي تحدث في المجتمع الإسرائيلي، بما في ذلك أو على رأس ذلك هي الشريحة السياسية الحاكمة وزائد متخذي القرارات في المجتمع الإسرائيلي.